هو عبارة عن لوحة فنية. حنا خسرنا هنا الفالساطا دو، جبنا هاد دو كولور. لا كولور هادي من الكتالوج خيرناها، وهاد لا كولور جبنا الفالساطا دو باز و تنتيناها بلا تنت بلو برك باش تكون ديفيرون شويه الكولور الاولى. بون بعد ما نبريباريو الحيط تاعنا بونديه نديرو الفيكساتور تاعو، نجيبو الفالساطا دو لا كولور نحطوها بريمير كوش كيما راكم تشوفو هنا. ندير الكوش الاولى نستناوها تشيح، نغدو نجيبو لي دو كولور، لا كولور هادي اللي دخلنا فيها الاولى، ونزيدو نجيبو لا كولور دوزيام لي تنتيناها كيما راكم تشوفو في الهايط. نحاولو كيفاش نمزجو بين دو كولور هادو بطريقة عشوائية، كل واحد و كيما راكم تشوفو هنا. أنا قاعد نمزج بيهم بطريقة هادي، خاوتي بعد ما نحطو لاكولور هادي الأولى، نزيدو نهزو الدوزيام كولور هاي في نفس الكراطوار، نحاولو كيفاش نمشيو. طريقة سهلة، بون بون فاطمة مكانش لي يعرفهاش، نشارك زفارطة. اذا اخواني بعد ما خلصنا الحيط تاعنا كامل كما راكم تشوفوا النتيجه، دونك هنا راح نزيدو نطبعوه بالبوشوار. تبعوا معنا الطريقه كيف تكون. اذا احبابنا الحرفيين كما راكم تشوفوا معك، بعد ما خلصنا الحيط تاعنا ميلونجينا لي كولور في بعضهم. دونك هنا نزلت طروسيام كولور فالساطا دو تنتي في البلو سيال خلاص. هذه طروسيام كولور ديكرادينا بها في بلايص برك كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما شحن الحال تاعنا كيما راكم تشوفوا، جبنا لا كولور اورونج هادي راح نطبعوها في الكوشوار كيما راكم تشوفوا. طريقة سهلة ها. حاولوا كيفاش يكسروا البوشوار حاجه خفيفه خلاص.
في مراكش.